السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أصحابتك وحيرن جنال كيغا ميل كستو أجوكتان إي وقت كستو أجوكتان بقعد بعد من سلامي يا كريب كان مانتو حان ربا إنا كدو بو آن إنا كلا قيب سدو قيبتي بلانتين إهد إن أقرن تبو قكتا سنت كأن كبلان سنين إن سنة دول بقوف كبوكتو أخرين لها إن مركاسي سو قرشيستو قرشيهن وحوها إن أمات كسنة كان إنا يسلو ذابنو إن قفل بقي بوقت وسو أخريي إيه هالكي وح أمرايا حرام مرك إن شاء الله إنا يسلو ذابو إن ما دام أن بلانسنين أنا حقي وح أمرايا إذن كسي محات قبطين سدو كلا إن وحسو قان دونا لور قضب أو مهمة مرك قفك ودونا إن النقضة أخرست أن وح أخرية لقربه أما ومحيه هيك سنكرو إن يا رب إن شاء الله إنا يسلو ذابو إن مرك أجوه الرئيسو بلانتين وحي هيد ان قفل بقى ان سنه كي ان قرش سمستر سي بوغ واخري ما دام اخرين تاي تاه كوب انت مسكحده ان وحي سمي قل ان تلغراما ان كستو قل كي ان انت بدن ان دتك بوغتا ان سو دغي ان او شيغ قفل بوغتو ربو كلا بخي كرو حدي قفك اي بوغتو او ربي ايسن كو جيرنا ان شاء الله او ميلها كلا كراتسدو لكن قلبات ايا جيري او اه ان قلكاسي ان دتك ان اسكولي وداغنو هل كأي واحد نوع مرايان بوقت الأخري يوحى نوع هذي إن برتما هالسنة كا الأحدي سيهد لكن حوجة أربع ومشغول هول هاي بوبتين مرك ما سمعنا إن إذن محيه صار ليه لكن محاربة هذا بش أكتوبر على وجرة سدوك الأمات كسنة كويان أنت أنا لجارين إن بش ديسمبر إن قفل بقرشها إن وحي سنة كانوا أخري ودياريو إن إسلام مرك أنا قرشها حاجة سنة كده أنا إسلام أربعنا يا ربا هدي له إدمو إن مرك أقوله رئيس صفرت ضدك أخرستي عشان أما وح أخريو إن أخرنت بحال جفا إذا ومهم وفقي نسويديو إنتو سنقول أقاقين إن تبع هراء يعني أقاه لي إن أخرنتها وح يكب عسا مسكح ذا قفك مركو النقطة أخرست قول موقفك أخرست النقناية قفك في أخرست النقناية مرك بوق بدن أخري سنة كي ويران لبي تبون بوق تبون بوق إيه أنت كبدن مركو قفك سنة كي أخريو أيو قفك وح النقناية أخرسته ونعكسه أما أخرسته النقناية على قولت المامي كرا إن سدوا كلا إن أقرنت وحي كردسا أما قفكي أسيادسا إن قفكي ووحي فديا سببتو مركزتو أدوح أخرسد وحكو سهلنا أنا إن أدوحي أن أخرس أد حسوستي حسوستا إي حفدنت أي كردسا هدي قرانك أكوغو أدقي هاي فلن أقرنت بلسي أد وحوال بق قرانك اسمك أخرنس أكوغو فضد هذا يعني قضبك حيقة وحويا أقرنت وحي كردسا فهمك إن أد فهمت دتك كلام إلا دتك سكميد ماءها قف السبب وفكرة ولا كلا الدنيا سبحانه إلى سبحانه تعالى أورد سو كلا الدنيا إن إنا تفهمت دك كلا يدني ذك وهيرا إنا تفهمت أي كوف ضد النساء مركان نقطة أخرستو صدق الأقرن تو حكر رسا برشطة واحد برنسا إرعس مركز تو أدبوك أخرست إرعس بيا برنسا إرجع عصب هدي أد حسوا ستين وحين قنسا لقيا بالوقت عصب هدي أد برنسا من الوقت إيه الوقت هذا هي إنا دمانا كستو واحد أخرست أد إرعس برتين وفائدة كوا إسلام مركان كوف ضد النساء إن الوقت يسفي عن البرتين أما أري بحنت الوقضة أما أريد الوقضة يكون في ذا ذا سفي عن أدو فهمتي أي يكون كوس قرين نساء وبدن بنتي أن أخرنت وحلقة فائدة إن النقطة قرى ونعكسن هدي أدم أخرست ونعكسن إهن من نكون كرت قرى بوقت قرى من نكون كرت قرى وحصو سهرة قرى السمية من نكون كرت درت دوميم قفك أخرستها إن وح بدن أخرسو ونقطة قرى ونعكسن سوء نقطة إن بوقت القرى حب هذا إن أخرس ونعكس المكهورة سداس أيام حب أسرة إن أنا قنا ضد وح أخريه وحي أخريان كفى إليستو إن مركا كسول الله تهلكا إنه حربا أنا جا إن أنت أم كجرا أخرين تبو وقتا يو محي هذي عن أقبضه أن لكل منا إذا لو ذا أيام هذا سببته إن قفك عقبضه ولا كل من أما إن قلادات كيسة يا وحلا جبرتها مركا وحربا إن إذا لو ذا قلادات كي أم كلا كل من أنتي إن أنا أخرنت بوقت أنا وذي يو حيالها أباها إن أنا صحو سيدن كنا أدو أقدر تاني أخرنت إذا بوقت ويك الدوانات محيالة إن سنة كهرة إن وحن حوج سعره إن هل نحكي لي أيام حوج سعره بوقت أنا أخري شن لو بعطنك بوق أما لو بعطنك بوق سنة كهرة أنا أخري إن وحن حوج كسعره أما دير ديت دي هلمت لكن سنة كان إن وحن قرشستي نسد حقيب وكل قاضو إن قرشه أخرنت إن أو أها قدر جهرة بوقت أنا أخرنا إنا هذان بوقت إنجليش إسلام مرك أنا أكو أقريه بوقت بيزنس بوقت سيكولوجيا أو إنجليش قدر كلا بعد وح وها إنا أخريه بوقت النرويجية
isla markaana aan maxay ahayd ku barto luuqadda Norwegiga, inaan toos u gudagala dhaqamada wadamada reer Yurubka, gaar ahaan wadamada Norway, Driskle iyo Norway. Sheekooyinka historiga ah ee wadanka ka jira ama reer Yurubta ayaan xooga saaray sidii aan u ogaan lahaa, ee aan u baran lahaa, ee wax badan oo qoto dheer aan uga ogaan lahaa, welibana qaybta siyaasadda ah. Markay noqoto luuqadda Soomaaliga, waxyaalihii aan xooga saaray ama buugta aan xooga saaray waxay ahaayeen buugagta dhaqanka ama hidaha iyo dhaqanka iyo heybadda luuqadda af Soomaaliga ay leedahay. Runtii buugtaas aad ay u badnaayeen, laakiin ma garanayo kolay. Sidoo kalena waxaan rabay luuqadda Soomaaliga qofku markuu ku hadlayo waxaa muhiim ah inuu isticmaalo, way ugu fudnaan lahayd eray cilmiyeed af Soomaali inaan isticmaalo. Welibana markay noqoto dhinaca saxaafadda ayaan xooga saarayay, taasna waa tan saddexaad. Marka waxay igu noqotay markaa maadaama aan haysto waqti yar aana shaqaynayay, sidoo kalena waxbarasho aan qayb ka ahaa, waxay igu noqotay in akhrintii buugtii aan akhrinayay caqabad aan kala kulmo. Waayo waxaan go'aansaday inaan akhriyo 40 buug, laakiin 40-kii buug maan akhrinay sanadkan. Dabcan almost 30 waan akhriyay, laakiin qorshihii ii degsanaa iyo buugtii aan rabay inaan akhriyo ma dhammaystiri karo sanadka, dabcan waqti badan sanadka ma dhinno. Taas marka waxa caqabadaha igu noqday waxay ahayd saddex hadaf oo kala fog ayaan qaatay. Hadafyadaasi kala fog waxay igu adkeeyeen marka in aan maxay ahday aan gaaro hadafyadaydii, mid kasta yoolkiisa aan gaaro. Laakiin qofka marka uu hal hadaf yeesto, tusaale ahaan adigoo kale hadda idaawanaya, haddii aad af Soomaali kaliya wax ku akhrisid, waxaan kugula talinaa inaad hal hadaf ka yeelato qora akhrintaasi. Tusaale ahaan haddii aad doonaysid xirfad inaad baratid ama xirfadaasi aad ku shaqeyso dhakhtarnimo, waa inaad akhrisaa buugagta dhakhtarnimada oo kaliya inaad ku ekaato. Sababta maxay tahay? Caqabad badan ayaad kala kulmaysaa marka ay noqoto inaad waxyaalo badan isku akhrisid ama luuqado badan isku akhrisid ama mabda'yo kala duwan isku akhrisid, way kugu adkaanaysaa. Haddii aad doonaysid inaad noqotid businessman ama businesswoman, inaad akhrisid laba qayb oo ah buugagta businesska iyo sidoo kale buugta psychologyga. Waa muhiim qofka inuu barto dhinaca psychologyga markuu baranayo dhinaca waxbarashada, marka qofka markuu baranayo dhinaca ganacsiga ama sideedaba qofka markuu rabo inuu horumar gaaro, waa muhiim inuu barto psychologyga, oo aad dadka waxaad baranaysaa dhaqamadooda kala duwan, sida dadka aad ula xiriiri lahayd, dadka saad usoo dhaweysan lahayd, sida mar walba aad positive u ahaan lahayd ayaad baranaysaa. Sidaa darteed waxaan kula talinayaa ardayda ama dhalinyarada jecel inay wax akhriyaan, horumar ay gaaraan, in ay yool u samaystaan, islamarkaana isku badani sida aniga aan sameeyo kale, oo aan isku wadi saddex luuqadood oo midba jaha ila aado, runtii midba jaha ila aado. Inkastoo luuqadda Ingiliishka aan ku akhrinayay oo wax aan aad u jeclahay dhinaca businesska iyo psychologyga aan ku akhrinayay ay ii fududeed, laakiin labadii luuqadood kale waxay iga kala aadeen laba meel, marka way igu adkaatay. Howlo badanna way igu xiriireen, waqtiga aan haysto waqti aad u yar ayuu ahaa, shanta intaan kaca ayaan akhrin jiray, intaan subaxii aan sideeda shaqo tegin. Marka waa dareemi kartaa marka culayska jiro. Marka waxaan kugula talinayaa ama dhalinyarada kula talinayaa in ay isku badinin qorshaha akhrinta buugagta, insha allah. Sidoo kalena buugagta waxaan samayn doonaa bisha December, qof walba inta jadwalkii sanadkan uu akhriyay inuu soo bandhigo, sidoo kalena uu soo bandhigo buugagta uu rabo inuu akhriyo sanadka dambe. Marka qorshaha sanadka dambe ku darsada in uu idin noqdo jiheeye fiican oo qaladaadka aad wax ka barataan, oo aadan awood aad qaadi karin aad kala qaadatid, oo dhowr maxay ahayd hadaf ama u kala duwan aad qaadato, inaad iska ilaalisaan. Insha allah taasaan rabeynaa idinla wadaag. Aadan idin salaamay dhammaadka sanadka. Insha allah waxaan isugu imaan doonaa sidoo kale cashir kale aan kusoo diyaarin doonaa, iyo weliba qoralkii aan rabay in maxay ahayd aan kobcinta akhrinta ku sameyno, iyo buugta cusub ee sanadkan aan soo dhigi doono, markaas ayaan kusoo diyaarin doonaa. Qof walbaba u diyaar garow wixii aad haysay ee sanadka aad akhrisay inaad soo bandhigtid, sidoo kale inaad soo bandhigtid buugagta aad doonayso inaad sanadka dambe akhrisid. Aad baan idin salaamayaa. Waa salaamantihiin. Akhrinta waa kobcinta maskaxda iyo aqoonta.